السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم في القناة. وصفة اليوم وصفة سهلة سريعة واقتصادية، بنينة بزاف، بيضنجان، وانتم درتوها. ما تنساش ديروا ابوني وجام وتشاركوا الفيديو مع حباباتكم. والان نبداو في الوصفة على بركة الله. هنا حنبدا الوصفة. جبت البيضنجان، شللته، قصيته قطع صغيرة كيما هكا، بعد ما كملت القصان حطيت الملح، الفلفل الكحل، كمون، ونخلطهم مليح مع بعضهم. بعد ما خلطتهم مليح مع بعضهم بالبيضنجان يدي طعم التوابل، درك نحطهم يتقلاو. هنا حطيتهم يتقلاو، هنا حندير لاصوص تاع الطماطم. جبت حطيت الزيت ونص ملعقه طماطم مصبره، وحطيت الثوم بودره ونخلطهم مع بعضهم مليح. انا حطيت الثوم بودر، من ثم حطوا 3 فصوص ثوم خير. ومن بعد حطيت طماطم مرحيه ونخلطهم مليح مع بعضهم، خليها تطيب وبعد نرجع نحط لها التوابل. بعد حطيت التوابل، الملح، الفلفل الكحل، والفلفل العكري، ونخلطهم مليح مع بعضهم. هنا حندير كريمة الجبن. حطيت نص لتر حليب، ملح، فلفل الكحل، فرماج، وحطيت زوج مغارف كبار نشا، ونخلطهم مليح مع بعضهم. نبقى نحرك بالشكل هذا حتى تعقد. هنا جبت البيضنجان، حطيتهم على لاصوص الطماطم اللي خدمتها، نخلطهم مليح مع بعضهم ونخليهم يطيبوا شويه مع بعضهم. من بعد حطيت شويه من كريمه الجبن، نخلطهم مليح مع بعضهم كيما هكا، نخليهم يطيبوا شويه مع بعضهم. هنا بعد ما طابوا مع بعضهم طفيت عليهم. جبت البلاط لي تلكوشه اللي حنستعملو، حطيت كريمه الجبن كطبقه اولى. الطبقه الثانيه حطيت الخليط البيضنجان والطماطم، ومن بعد نزيد نحط كريمه الجبن من فوق. ومن بعد حطيت الجبن المبشور، ومن بعد نحطها في الكوشه تطيب. بعد ما طابت هذا هو الشكل النهائي، جات بنينه. جربوها وماكمش راح تندموا. وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى تكون هذه الوصفه عجبتكم واستفدتوا منها. لكن عجبتكم واستفدتوا منها، ما تنساوش ديروا ابوني وجيم وتشاركوا الفيديو مع حباباتكم. ودمتم في رعايه الله، ابقوا على خير.